في حدث عالمي جديد على أرض المملكة، البطولة السعودية الدولية لمحترفي الجولف، أول بطولة عالمية رسمية لمحترفي الجولف في المملكة بمشاركة أكثر من 100 لاعب من نجوم العالم، من بينهم 4 من الخمس المصنفين الأوائل على مستوى العالم، وذلك في الفترة من 31 يناير وحتى 3 من فبراير على ملاعب رويال جرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للغولف وبرعاية سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية.